الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتكلم عن آيات نقوم بوقفات مع هذه الآيات، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة التي تصل منكم فتكتب وتسلم للشيخ ونجيب عليها إن شاء الله. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، ومن أعظم نعمه هي نعمة الأمن ونعمة الهداية ونعمة التوفيق، وأيضا من نعمه سبحانه وتعالى علينا جميعا أن بلغنا هذا الشهر الكريم. سنتان مضت في أزمة مرت على العالم جميعا، حرمت الناس من الصلاة في المساجد، بل ومنعت الناس من الخروج من منازلهم، بل وصلى الناس العيد في بيوتهم، وأوقفت العمرة، وتم تحديد عدد يسير للحجاج. كل هذه مرت علينا في أزمة مضت، وها نحن اليوم نجتمع ولله الحمد وقد رفع الله عنا هذا الوباء، فلله الحمد والشكر. فعلينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر الكريم، فكل هذه النعم تحتاج منا أن نبذل المزيد من شكر الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا علمنا ذلك علمنا أن فضل الله علينا وخاصة أن بلغنا هذا الشهر الكريم، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، بل كان يستعد لهذا الشهر. كان عليه الصلاة والسلام يستعد لهذا الشهر في شعبان، كان يصوم شعبان كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. وعندما سأله أنس رضي الله عنه عن سبب صيامه شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. وكان السلف يستعدون لهذا الشهر ويسمون شهر شعبان شهر القراء، كانوا يستعدون لهذا الشهر بقراءة القرآن وبالصيام وأيضاً التخفف من الأشغال والأعمال، كل ذلك من أجل أن يستغلوا هذا الشهر الكريم. فحري بنا أن نستغل هذا الشهر ونحن ولله الحمد في أوله، وقد أعطانا الله من النعم وخاصة نعمة الأمن ونعمة الصحة، فكل هذه النعم تستوجب منا أن نبذل المزيد في التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى واستغلال أوقات هذا الشهر الكريم. سوف نقف وقفات مع آيات تلاها الإمام وهي متعلقة بهذا الشهر الكريم. قرأ الإمام الآيات الخمس التي جاء فيها أحكام متعلقة بشهر رمضان. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الآية الأولى والتي جاءت في معانيها العظيمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا تكرر لفظ التقوى، وهذا يدل على أهمية التقوى المتعلقة بالصيام،
ولذلك جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. من يدع طعامه وشرابه من أجل الله، ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على التقوى. وإلا جاء في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من يفعل ذلك معناها قد فقد أمرا مهم متعلق بالصيام، وهو مسألة التقوى. ولذلك نعلم هذا المقصد العظيم وهو التقوى، وهي الجانبة لكل خير. أما أولئك الذين لا يفهمون من الصوم إلا أنه ترك للشراب وللطعام، فهؤلاء الحقيقة لم يفهموا حقيقة الصيام، كذلك لن ينتفعوا من الصيام ولن ينتفعوا من هذا الشهر. وأكدنا وبينا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قول الزور يشمل كل ما يتعلق بالغيبة والنميمة والسب والشتم، كل هذه داخلة في هذا العمل، وهو ما يتعلق بالزور. ولذلك ذكر أهل العلم من المفطرات نوعان: النوع الأول هو حسي كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك، كل هذه مفطرات. وهناك أيضا مفطرات معنوية مثل الغيبة والنميمة وكذلك قول الزور والعمل به، فكل هذه تسمى من المفطرات، وهي لا شك أنها تنقص أجر الصائم. الوقفة الأولى في قوله تعالى: أياما معدودات، فلا شك أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل الصيام شهرا واحدا في السنة، أياما معدودات. وتشير هذه الآية أن هذه الأيام وهي أيام رمضان هي سريعة الانقضاء، فحري بعبد يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ألا تفوته هذه الأيام القليلة. فقد جاء في الصحيحين من حديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم جاء أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل هذا يدل على أهمية الإخلاص في العمل، وخاصة في هذا الشهر الكريم. جاء في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين 3 مرات، فسألوه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. قال: ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فحري بالمسلم أن يحرص على استغلال أيام الشهر ولياليه، ولا يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. لذلك هذا الحديث في معاني عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فلا شك أن من فرط بهذا الأمر فلا شك أنه قد أوقع نفسه في خسران. ولذلك علينا أن نجاهد أنفسنا لأن نبذل كل ما نستطيع في عبادة الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الشهر. الوقفة الثانية في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من المعلوم أن رمضان شهر القرآن،
وهو الذي نزل فيه. ولذلك كان حال السلف أمرهم عجيب في هذا الشهر في تلاوتهم وقراءتهم للقرآن، فقد كانوا يستغلون هذه الأوقات في قراءة القرآن. كانوا يختمون في 3 ليالي ويختمون في 7، وهناك من يختم القرآن في ليلة واحدة. ولا شك أن المسلم لو أنه استغل أوقاته فيما يتعلق بقراءة القرآن وتخفف من تلك المقاطع التي ينظر إليها لاستطاع أن يختم القرآن في 7 أيام. لو أنه قرأ في كل ساعة 4 أجزاء، من يقرأ القرآن ويتلو القرآن يستطيع أن ينهي الجزء الواحد في 1/4 ساعة، وإذا كانت ثقيلة عليه في 1/3 ساعة، معناها أن 4 أجزاء يستطيع أن ينهيها في 1/4 ساعة في اليوم فقط. فإذا قرأت 4 أجزاء في اليوم معناها أنك ستختم القرآن في 7 أيام. فلا شك أن استغلال الأوقات هذه البسيطة ويحصل المسلم على هذه الأجور العظيمة لا شك أنه أمر مهم، فنحتاج جميعا إلى استغلال مثل هذه الأوقات. السلف كانوا يحرصون على قراءة القرآن. يقول الإمام الزهري، يقول إذا دخل رمضان، يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وأيضا كان السلف يقولون إذا دخل رمضان تركوا قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبلوا على القرآن، كل ذلك من أجل استغلال هذا الشهر الكريم في تلاوة القرآن. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يدارس القرآن مع جبريل، كان يدارسه كل ليلة من أجل أن يستغل هذا الشهر الكريم في تلاوة القرآن. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم الوقفة الثالثة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كل من أدرك هذا الشهر من مسلم مكلف قادر على الصوم وجب عليه الصوم، فيمسك عن الطعام وعن الشراب وكذلك عن الجماع. أما المريض فإن كان مرضه يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة يفطر وعليه أن يقضي هذه الأيام. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فحكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. أيضا من هناك بعض الأحكام سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الغد، ولكن نحن سنقف في هذه الليلة وقفات يسيرة مع الآيات المتعلقة بأحكام الصيام. الوقفة الرابعة في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. جاءت هذه الآية في ثنايا آيات الصيام، وهذا يدل على أهمية الدعاء في شهر رمضان، فيستغل المسلم جميع الأوقات في دعاء ربه. ولذلك جاء في الحديث فيما يتعلق بالدعاء إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. فالمسلم عليه أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الشهر الكريم. ولذلك جاء أيضا في الحديث ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 1/3. تأملوا هذا الحديث العظيم، يعطيه الله سبحانه وتعالى 3. الأولى إما أن يستجيب له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا يا رسول الله، الصحابة عندما سمعوا هذا الفضل العظيم معناها أنك تؤجر بمجرد الدعاء، سوف يحصل لك 1 من هذه 3، إما أن يستجيب لك الله هذه الدعوة أو أن يصرف
عنك من السوء مثل ما دعوت أو يدخر لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر. فحث النبي عليه الصلاة والسلام صحابة على الإكثار من الدعاء للحصول على هذه الأجور العظيمة. الوقفة الخامسة، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه قاعدة ثابتة وراسخة في كل ما فرض الله على عباده، فليس ثم عسر فيما فرض الله علينا، ولذلك المشقة تجلب التيسير، ولذلك جاءت الأحكام المتعلقة بالصيام تخفف عن المسلم إذا كان مريضاً أو كان مسافراً، فإن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنهما، فالمريض يفطر ويقضي هذا اليوم، وكذلك المسافر أيضاً كذلك، وكذلك الحائض والنفساء، كل هذه الأحكام متعلقة بما جاء في الشريعة من مسألة أن المشقة تجلب التيسير، فهذا لا شك أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نكمل غدا ما يتعلق من أحكام متعلقة بهذه الآيات، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.